بيقول الهب السما ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطلات عمال يتملي تشرف اللي اتمم سلمة بعدها سلمة بيطول الأهل السما ودي اسمه فوق الكل وعلي ودولاب بطلات عمال يتملي تشرف اللي انتمى الأهل القمة اسم على مسمى أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي في السنة شوف كام بطولة حققناها مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهي المسألة مرحلة بعدها مرحلة والرجالة مكملة ده محلي وقري عالمي وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة ومنتهي المسألة للأهل القمة اسم على مسمى أهلي وفي دمي بتشجيع وبتباهى هتزيد وتعلي احسب لي وقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. والله لو كانت الساعة واحدة بالليل كنت هطلع النهاردة، لأنه النهاردة يجب أن نحتفل جميعا بهذا الفريق الكبير، هذا الفريق العظيم، اسم النادي الأهلي الحقيقة في أعلى مكان لي خلال هذه الفترة، ودائما اسم النادي الأهلي هو الأعلى وهو الذي يصل دائما إلى السماء. ولكن في هذا التوقيت واللي بيحصل الوصول إلى كأس العالم لكرة اليد الآن أو منذ قليل، الوصول إلى كأس العالم لكرة الطائرة، أيضا الوصول إلى كأس العالم لكرة القدم، إن شاء الله ربنا يكرمنا في السلة كمان وتبقى عملت إعجاز ملوش حل، حاجة ملهاش حل. أعتقد أن مفيش نادي في العالم، أنا لسه بندرس هذا الأمر وبنشوفه، هل في نادي في العالم وصل لهذه الطرق كلها أو هذه البطولات العالمية إلا النادي الأهلي؟ حتى الآن لم نجد إلا النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي دايما بيفرح جمهوره، النادي الأهلي اللي دايما بيسعد جمهوره، النادي الأهلي اللي من غير جمهوره النهاردة دائما ولا حاجة. جمهور اللي حضراتكم شفتوه النهاردة ده، أنا الحقيقة عايز أقعد أسقف من دلوقتي لغاية آخر الحلقة، أو مش لآخر الحلقة، لغاية السنة الجاية. حاجة جميلة جدا 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 جدا، وأنا الحقيقة من كل قلبي بشكر جمهور النادي الأهلي على هذه الاحتفالات الرائعة وعلى هذا التشجيع الكبير جدا جدا لاسم النادي الأهلي ولمنظومة النادي الأهلي. هذا الأداء الرائع اللي أداه اللاعبين النهاردة أمام فريق أو بطل إفريقيا السنة اللي فاتت أمام نادي الزمالك، هذا الفريق مولدية أبو سالم فاز على نادي الزمالك السنة اللي فاتت وفاز بهذه البطولة. السنة دي الأهلي بيرجع البطولة إلى مصر ويفوز على بطل أفريقيا في الموسم الماضي ويصبح هو بطل أفريقيا والمتأهل إلى كأس العالم للكرة الطائرة. ألف مبروك وشكرا لجمهور النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم، لما تيجي تراهن على جمهور النادي الأهلي اوعى تراهن على أن جمهور النادي الأهلي مش هيجي، اوعى حد يقول كده. جمهور النادي الأهلي ممكن يبقى زعلان، ممكن يبقى متضايق من حاجة، عايز يوصل رسالة، ولكن جمهور النادي الأهلي عمرك ما تراهن على فشله وعلى أنه هو ما يروحش المباراة. زي ما حضراتكم شايفين هذا الجمهور الرائع اللي خلى البطولة النهاردة أو النهائي هذه البطولة له طعم خاص. زي ما حضراتكم شايفين بشكر كل جماهير، يعني الحقيقة دايما بقول أن أنا بشكر جماهير النادي الأهلي، ولكن جمهور النادي الأهلي يستحق حاجة أكبر من الشكر كمان. ولكن بهذا الأداء الرائع وبهذا المنظر الرائع اللي احنا شفناه النهاردة، سواء من الجماهير في المدرجات أو من اللاعبين جوه الملعب، خد بال حضرتك الجماهير اللي موجودة دي النهاردة لم تخطئ في أي حاجة. الكلام اللي قالته كله كلام تشجيع لفريقها، كلام حب لفريقها،
عشان كده قد ايه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كان سعيد بهذا الامر، دكتور الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان سعيد بهذا الامر، الاستاذ ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم كان سعيد بالجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي اللي متواجد في هذه الصاله. الحقيقه حاجه جميله جدا 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 وحاجه ممتعه جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين مشاعر الابوه والاخوه وكل حاجه حلوه بيعملها كابتن خطيب مع اولاده، يعني هم اولاده بالفعل، لانه كابتن خطيب كان قبل كده ما كانش رئيس نادي، كان نائب رئيس النادي، وقبل كده كان امين صندوق، وقبلها كان عضو مجلس اداره، وهؤلاء اللاعبين الصغير منهم اتربى على ايده، فكل الولاد دول ولاده، مش في الطايره فقط ولكن في الطايره وفي السله وفي الكوره وفي كل حته زي ما حضراتكم عارفين. عشان كده عبد الله عبد السلام فرحان، كل الكباتن الكبار العظام اللي موجودين في الكره الطائره مبسوطين وفرحانين، مبسوطين وفرحانين ان احنا النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي هو الاول في افريقيا الذي يصعد الى كاس العالم السنه دي. حاجه جميله جدا جدا وحاجه مشرفه جدا. انا بشكر استاذ محمد الضماطي رئيس اللجنه العليا المنظمه لهذه البطوله الرائعه، الحقيقه شكرا، حاولوا تجيبوا لنا الاستاذ محمد الضماطي يا جماعه، لانه الضماطي عامل شغل رائع جدا. كابتن استاذ محمد الضماطي اللي هو رئيس اللجنه العليا، ولكن معاه نائب رئيس اللجنه العليا واعضاء اللجنه العليا المنظمه لهذه البطوله، كلهم الحقيقه ادوا بشكل رائع جدا جدا. وزي ما حضراتكم شايفين في النهايه أن تجد رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وأسطورة كرة القدم وأسطورة الرياضة في مصر متواجد وسط أولاده، ووشه بصوا فرحان إزاي، قد إيه كنا، قد إيه كلنا مبسوطين، قد إيه كلنا فرحانين بهذا الإنجاز الكبير جدا جدا اللي كل يوم بيتحقق، مش النهارده بس، أول إمبارح ولا أول إمبارح من كام يوم كرة اليد بتفرح جمهورها وبتصل إلى كأس سوبر جلوب، كأس العالم لكرة اليد. النهاردة الكرة الطائرة كأس العالم للكرة الطائرة، قبل كده كأس العالم لكرة القدم. هنعمل إيه في نفسنا تاني؟ خلي بالكم، في وقت من الأوقات كان هناك البعض لما خد بطولتين ورا بعض اعتقد أن الدنيا انتهت. الفارق الكبير دائما ما بين النادي الاهلي، انتوا هتلاقوني فرحان وسعيد ومبسوط، وكان نفسي اكون في الاستاد واتصور مع عبد الله وانزل افرح مع اللاعبين، ولكن زي اي واحد من الجماهير الاهلاويه، ولكن في النهايه احنا مبسوطين وسعداء النهارده، من بكره زي ما سمعته كابتن عبد الله عبد السلام في الاستوديو مع كابتن هيثم السعيد وهو بيتكلم وفرحته مع فاروق صلاح ومع مريم سميح، قال ان احنا هنفرح النهارده وهنتبسط، ولكن من بكره عندنا بطوله قادمه، عندنا بطوله قادمه. هذا هو النادي الاهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. شكرا لهذا الجيل من اللاعبين، بنشكركم جدا جدا، لان انتوا السنه اللي فاتت زعلتوا جمهور النادي الاهلي شويه، ولكن السنه دي احنا بنشكركم وبنقول لكم بالفعل اديتوا ما عليكم حتى الان، حتى هذه اللحظه، ولكن القادم أصعب. عندنا كاس مصر هتلاعب مليون في المية الأقرب، هتلاعب نادي الزمالك، فريق قوي، فريق كبير، فريق عنده مجموعة لاعبين جيدين. يا عم إسلام خليك في الفرحة، حاضر عندكم حق، هفرح النهاردة وبعدين أبقى أتكلم على مباراة إن شاء الله، إن شاء الله نهائي كاس مصر، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع إن شاء الله أن ربنا نقدر ناخد كل البطولات السنة دي إن شاء الله كمان. ودائماً أذكر حضراتكم وافتكر وأنا معاكم طبعا، وافتكر الكلمة اللي قالها كابتن خطيب، اللي دايما هذه الكلمة بتبقى في وداني على طول، والله بجد الكلمة دي كابتن قال إيه؟ قال يا جماعة، قالها ثلاث مرات، يا جماعة اللي جاي أصعب، اللي جاي أصعب، اللي جاي أصعب. ألف مبروك لرجال الطائرة.